يخفف آلام ويخليك تمام، يخفف آلام ويخليك تمام مع الدكتور عصام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله مشاهدي قناة صحة وجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بيكم. بقالنا فترة بنشوف ناس كتير بتشتكي من اعراض كتير في الجهاز الهضمي، حرقان في المعدة، صعوبة في الهضم، الم، ارتجاع، ولكن الاكل بيرد في زوري، باكل لقمة بحس بكتمة، ساعات الموضوع بيعمل لي خفقان، ضربات القلب بتبقى سريعة، عيني يروح لدكتور القلب ودكتور القلب يعمل له رسم قلب ويعمل له موجات صوتيه على القلب، انت ما عندكش حاجه في القلب، قصه جهاز هضمي، روح بقى لبتوع الجهاز الهضمي. كتير جدا الاعراض تتشابه ما بين بعضها البعض، يعني احنا نبقى مش عارفين موضوعه في المراره ولا في المعده ولا في المريء ولا في الاثنى عشر. التاريخ المرضي مفيد لكن مش هو المفتاح الرئيسي والوحيد للتشخيص. التاريخ المرضي ان انا اقول مثلا والله المريض دون عنده الحدوته دي بقاله سنه، غير لما اقول بقاله يومين ثلاثه او بقاله اسبوع او بقاله اسبوعين. كل ما كانت الفتره المرضيه قصيره كل ما كان الموضوع ما يخضناش وما يزعلناش وما يخوفناش. كل ما طال التاريخ المرضي يبقى في حاجه احنا مش شايفينها، حاجه احنا مش عارفينها، في فحص ما اتعملش، يبقى لازم نفكر نعيد صياغه الامر تاني علشان ندور على السبب. دايما بفكر في علاج السبب. بعتبر ان دور الطبيب الرئيسي هو تشخيص السبب، ولما اشخص السبب ابتدي اعرف ايه وسائل العلاج المتاحه في الحاله دي. موضوع ارتجاع المريء، الموضوع ده احنا شفناه في الفتره اللي فاتت بدا يزيد جدا، ارتجاع المريء بيسموه جيرد، جاسترو اسوفاجيال فلاكس ديزيز جيرد. ارتجاع المريء ده قصته ايه؟ قصته ان الاكل المفروض بيمشي وان واي، يعني بيمشي من المريء الى المعده وليس العكس. صعود الاكل بقى من المعده الى المريء وهذا عكس السريان الطبيعي بيرجع محمل بالحمض. لما يبقى محمل بالحمض بتاع المعده يعمل مشكله الهارت بيرن والحرقان، دي نمره واحد. طب ايه اللي يخليه يحصل؟ ايه سبب هذا الارتجاع؟ سبب هذا الارتجاع عندنا اسباب خلقيه، يعني العيان بيبقى اصلا عنده مشكله ضعف العضله، دي موجوده من هو طفل صغير. تيجي لامه وهي تقول لك ده الطفل بيقشط. ده بيقشط زياده عن اللزوم. كلمه بيقشط زياده عن اللزوم دي معناها ان العضله دي لسه ما اشتغلتش كويس. لما يكبر شويه وصل ست شهور المفروض العضله بتشتغل كويس، ما بيحصلش عمليه ارتجاع بصوره كبيره. لكن ممكن تستمر. ممكن تستمر. عندنا قصه بقالنا فتره طويله جدا، موضوع التهابات المعده. ده مسيطر على الساحه. والتهابات المعده بهذه السيطره تسبب ارتجاع المليء. ليه؟ لانها بتسبب افراز الحمض عالي جدا في المعده. افراز الحمض بيبقى في المعده اعلى من المعدل الطبيعي. والناس اللي بتاكل وتنام، بتاكل وتنام، الجهاز الهضمي بينام، الحمض بتاع المعده بيتم افرازه وعلى الطعام، والطعام بيبقى على جدار المعده ملاصق ليها ويعمل التهاب في جدار المعده. يبقى عندي مشكله التهابات جدار المعده، ودي برضه من العادات الغذائيه الخاطئه، حكايه ان الواحد ياكل وينام، ياكل يملى بطنه قوي ويرجع ينام. هنا دي حدوته برضه لابد ان احنا ناخد بالنا منها، ان موضوع الالتهابات المزمنه هيؤدي في الاخر الى تقرحات في المعده. تقرحات بقى يعني ايه؟ يعني تاكل في بطانه المعده. جدار المعده نفسه يبتدي يحصل فيه مشاكل، يبتدي جدار المعده يقع، يبتدي جدار المعده يبقى اكسبوزد للحمض، هنا الحدوته بتاخد شكل مش كويس. الموضوع هو مش صعب، هو بيتم الهاندلنج ليه او يعني التعامل معاه بطريقه خاطئه. ده مننا احنا كمرضى. ازاي بقى؟ العيان اول ما يحس بحرقان في المعده يروح رايح جايب الدواء الابيض، وبعد شويه الدواء الابيض ما يجيبش نتيجه فيجيب فوار، وبعد شويه الفوار ما يجيبش نتيجه فيضطر ياخد مجموعات اعلى من مثبطات الحموضه. هنا بتبقى المشاكل الصحيه تفاقمت بسوء استخدام ادويه. اكمل لكم بعد الاتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا اهلا سياده المستشار، ازي صحه حضرتك؟ ازي صحه معاليك يا فندم؟ الله يخليك. والله عندي حاله كده، ابن خالتي دايما مصدع ودوخه مستمره والم في صدره في القلب وبيسمع ورا كده مع حبوب حمراء كده بتطلع في له. بقاله كتير؟ بقاله حوالي من 6 شهور حضرتك، وبروده دايما بالليل في الاطراف في الرجلين وفي اليدين. وبروده في الاطراف، تمام. كان عمل تحاليل مثلا، تحاليل اثبتت وجود اي ميكروب في الجهاز الهضمي عنده؟ كان عمل تحليل اللي هو الميكروب الحلزوني وطلع نسبته 40. يعني عمل عينه من المعده عن طريق المنظار، طلع ميكروب حلزوني برضه. ميكروب حلزوني، يبقى هي قصه الميكروب الحلزوني الاتش بايلوري. يعني ميكروب حلزوني، وعمل تحليلات البي سي ار كلها طبعا دايما سلبي. يعني يعمل بي سي ار حضرتك يطلع سلبي، يعمل التحليل العادي الانتيجين يطلع بوزيتيف. يعني الاجسام المضاده بوزيتيف والبي سي ار سلبي. والبي سي ار سلبي. طيب ده كده كلام جميل. هقول لحضرتك حالا ان شاء الله بالظبط ايه توصيف الحاله دي. احنا سعدنا بسماع صوتك سياده المستشار وسام. بصوا بقى هنا، المستشار وسام قال حاله في منتهى الجمال، لان الحاله دي بتبقى ليها كرايتيريا كتير للتشخيص. عيان يعمل تحليل بي سي ار يطلع سلبي لفيروس سي، ونعمل اجسام مضاده نلاقي الاجسام المضاده موجوده. طب العيان ده عنده فيروس ولا ما عندوش؟ السؤال هنا يحتمل اجابتين. الاجابه الاولى، انت امتى حللت بي سي ار كان سلبي واجسام مضاده موجوده؟ هيقول لي حللت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه دي، كل ما بحلل بيطلع البي سي ار سلبي والاجسام المضاده موجوده. هل الكلام ده يعني ان عندي فيروس؟ الاجابه لا، لا يعني ان عندك فيروس، لكن يعني ان الفيروس دخل الجسم بنسبه بسيطه والجسم اتغلب عليه وخلصت القصه. طيب لو جالي مريض قال لي انا عملت اجسام مضاده الاسبوع اللي فات وطلعت موجوده، عملت بي سي ار وطلع سلبي، اقول له ايه؟ اقول له عيد تاني الحدوته دي بعد 6 شهور. يبقى بعد 6 شهور اروح اعيد تاني نفس الفحوصات، قد يكون الفيروس لسه داخل الجسم جديد ما اتقراش على جهاز البي سي ار، ولكن الاجسام المضاده متكونه وبتثبت ان هو موجود في الجسم. يبقى ده بالنسبه لقصه البي سي ار. طب تعالى بقى على موضوع الاتش بايلوري او الجرثومه بتاعت المعده. جرثومه المعده دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، لان دي من اسباب الرئيسيه لمشاكل رئيسيه وجوهريه في الجهاز الهضمي. مشكله ارتجاع المريء ممكن تطلع اتش بايلوري، التهابات مزمنه، قرحه في المريء، قرحه في الاثنى عشر، الحدوته حدوته ميكروب دخل عن طريق الاكل والشرب. تمام، اكمل لكم بعض الاتصال قصه الاتش بايلوري. اتفضل يا استاذ ياسر. الو. ايوه يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. اتفضل سؤال. حللت قبل كده، عملت تحليل اللي هو البي سي ار للفيروس بي. ده فيروس بي. فلقيته الدكاتره قالوا ان هو خامل، رحت قلت للدكاتره اللي هم يعني استاذ دكتور. البي سي ار طلع ايه؟ البي سي ار طلع نسبة 8000. ايوه يعني فيه، يعني فيه فيروس. ماشي. فيه فيروس. طيب كلام جميل. وطلب من الإشاعة اللي هي الاستوبروفي دي اللي هي السكان دي. فيروس كده. طلع نسبة التليف طلعت اف زيرو. اف زيرو، ماشي، حلو خالص، جميل. سنة كام سنة بقى؟ يعني الثلاث دكاترة اللي قلت لهم دولت ما قالوا لي مالكش علاج، يعني ما انتش واخد علاج، فأنا محتار يعني، عاوز نسمع حضرتك يعني. ولا لا، في علاج. طالعة سلبي. لا، في علاج. في علاج عادي جدا لفيروس بي، ومتاح في جميع الصيدليات في مصر، وعلاج عادي خالص وبرشام عادي جدا، والدنيا زي الفل. في علاج طبعا. ازاي تسيب فيروس بي؟ ما تسيبوش. بالنسبة للتحاليل يا دكتور، بس التحاليل اللي أنا عملتها كلية الدكاتره ما فيش ولا دكتور نصح ان هو يديني علاج، قال لي انت عندك الفيروس خامل وما فيش حد يديني علاج يعني. لا ده غلط. انا عاوز اسمع حضرتك يعني. غلط. حاضر حاضر، طب اسمعني. حاضر حاضر حاضر، ده موضوع برضه في منتهى الاهميه، وموضوع الاتش بايلوري. طيب اكمل في موضوع الاتش بايلوري، بس اجاوب على الاخ هنا، لان ده موضوع في منتهى الاهميه. يا جماعه اللي عنده فيروسات يتعالج،
مفيش حاجه اسمها الفيروس كامن او خامل او مش شغال او مش هيشتغل. احنا مش هنجيب الفيروس نحلفه على مصحف انه ما يعملش اي مشاكل. الفيروس قد ينشط تحت اي ظرف من الظروف ويعمل كل المشاكل في وقت قليل. ففيش حاجه اسمها الفيروس مش هيعمل مشاكل. والانتظار ليس له اي مبرر ولا اي داعي ولا اي لازمه. لابد ان انا اخد وسائل الشفاء والعلاج. فيروس بي تطعيم متاح، علاج متاح، كل حاجه ليه متاح. فيروس بي فيروس ابن حلال وحلو وتحت السيطره. فايه المشكله؟ وليه ما تعالجش؟ ده شريط برشام يعني، مش قصه خالص. يبقى موضوع فيروس بي ده يتعالج، الاجابه يتعالج. طب ما اف زيرو، الحمد لله ان اف زيرو هو لازم يبقى اف فور يعني. لا يتعالج. يبقى يتبقى لنا الاتش بايلوري بعد الاتصال. استاذ ربيع اتفضل يا استاذ ربيع. الو. اتفضل. عليكم السلام. لو سمحت. بالنسبه للدكتور والنبي لو سمحت، كان عندي بنتي ليها بتاع حوالي 6 7 شهور بترجع. سنها كام سنه؟ 17 سنه. 17 سنه تمام. فانا وديتها للدكاتره يعني كتير كذا مره على مدار الست شهور دول. فحضرتك برضو الترجع خدت، قالوا لي عملت لها منظار. فقالوا لي عندها قرحه بسيطه كده في المعده. قرحه في المعده. بسيطه. وبعد كده حضرتك ادوها علاج وبرضه فضلت ترجع. وديتها لدكتور حضرتك تاني. فقال لي دي حاله نفسيه كده. والترجيع ما زال عندها لغايه دلوقتي. ما بتكملش حضرتك الاكل، كل التحاليل عملتها. وزنها اقل من الطبيعي؟ نعم يا فندم؟ وزنها اقل من الطبيعي ولا ازيد؟ لا هي عالي شويه وزنها. وزنها زياده؟ وزنها عالي زياده شويه يا دكتور. وزنها زياده. طيب ومساله القيء مستمره والمنظار قالوا فيه قرحه. ايوه فندم. والمنظار قالوا فيه قرحه وسنها 17 سنه. ايوه فندم. حاضر، اقفل التليفون واسمعني بقى كده من التلفزيون عشان اجاوبك ان شاء الله. حاضر. موضوع الاتش بايلوري وموضوع الترجيع هما الاثنين مرتبطين ببعض. هو بيقول انا عملت كل الفحوصات وهما قالوا ان عندها بعد المنظار قرحه. القرحه دي يعني لازم تتعالج، دي نمره واحد. طبعا الترجيع هو العرض الرئيسي اللي موجود. الترجيع ده لو كان بشكل عنيف كان هيؤدي الى فقدان في الوزن من زياده في الوزن. فمعنى ان الترجيع مش مأثر على الوزن ان الحدوته ما هياش خطر وما هوش موضوع صعب. دي نمره واحد. المفروض التحاليل هتقولي بقى صوره الدم، يعني مأثر على الدم مش مأثر، في انيميا ما فيش. ويتعمل طبعا فحص لوظائف الكبد ولوظائف الكلى والفيروسات. الكلام ده لازم يتعمل بالنسبه للحاله دي. ونشوف المنظار. القرحه دي فين؟ وهي قرحه واحده ولا اتنين ولا تلاته؟ وعميقه ولا سطحيه؟ وعليها ميكروب ولا قرحه كده وخلاص؟ يبقى لازم يتحدد شويه بيانات قبل ما اقول كلمه قرحه عشان اعرف ويتش واي تو جو وهعالج ازاي. ده بالنسبه للحاله. هو بيقول الاعراض مستمر، بترجع بترجع بترجع. ماشي اوكي. بترجع، احنا كده لسه ما عندناش بيانات. نقوم بعمل الفحوصات اللازمه، نكمل ورقنا، نشوف بقى بالمنظار الكلام بتاع المنظار بيقول ايه، نبص بالسونار. لان ممكن الحدوته تطلع التهابات في المراره. التهابات في المراره، التهابات في القناه المراريه، حصوات في المراره، الموضوع ممكن ما يطلعش كده خالص. اللي بيقول حاله نفسيه، لا هو حاله نفسيه دي تتقال في الاخر. دي تتقال في الاخر. والحاله النفسيه ليها كرايتيريا معينه. يعني موضوع الحاله النفسيه ده العيان مش هيعيش يرجع حياته كلها عشان هو حالته النفسيه وحشه، لا. ده بتبقى حاله نفسيه دي انا هرجع يوم اتنين تلاته اسبوع عشان عندي ظرف استثنائي وبعد كده برجع الامور لطبيعتها. يبقى الحاله النفسيه ما هياش بريزيستنت، ما هياش مستمره. الحاله النفسيه دي حاله مؤقته. ليه؟ لان الازمات في حياتنا مؤقته. مفيش ازمه بتستمر. ربنا قال ولا نبلونكم، يبقى لا نبلونكم، يبقى هي مش القاعده هي البلاء. لا، قاعده ان احنا نعيش حياتنا الطبيعيه ثم ينزل البلاء في لحظات، في ايام، في ساعات، ويرحل ونعود كما كنا. ده الفكر اللي لازم يبنى عليه التعامل مع اي مريض نفسي. يعني لما يجي لي مريض مثلا انوركسيا نرفوزا، الانوركسيا نرفوزا دي من اشهر الامراض اللي عندنا في الطب، يعني من اشهر الامراض. يجي العيان عنده كل اعراض الجهاز الهضمي، ما بياكلش، مش قادر ياكل، مش قادر يشوف شكل الاكل. تكشف عليه سليم 100%، منظار سليم، تحاليل سليمه، ما عندوش اي حاجه عضويه. كل القصه ايه؟ عنده امتحانات ثانويه عامه بس، خايف بس، مش اكتر من كده. يبقى العيان ده حله ايه؟ الاشورنس. اطبطب عليه،
اخده في حضني كده كلمتين، استعين بالله، انت خايف من ايه، انت زعلان من ايه، انت حزين من ايه، كل مشكله وليها حل، الحكايه الروايه شويه الاشورنس دول يعملوا حاله من الطمانينه، العصب الحائر ده اللي عامل لنا مشكله يقعد، تقوم الحاله بتاعته تتحسن حتى بدون ادويه، في حالات كتير الامور بتبقى كويسه. طبعا الاتصالات عماله تيجي وتنقطع، وانا بعتذر لكم جدا بس لازم اكمل الاسئله، يعني انا اتصال واجاوب وبعد كده نبقى ناخد اتصال علشان الاخوه المتصلين ما يحصلش زحمه وما نجاوبش على حد. بحب النظام جدا جدا. موضوع الاتش بايلوري، السؤال اللي لسه ما كملتش اجابته للمستشار وسام. موضوع الاتش بايلوري ده موضوع في منتهى الاهميه، لان ده موضوع خاص بالالتهابات الميكروبيه. تفتكروا لما يكون عندي التهاب ميكروبي، هو الالتهاب يتعالج ولا الميكروب يتعالج؟ يعني فكروا قولوا لي، يعني نعالج الالتهاب ولا نعالج الميكروب؟ لو انا عندي التهاب ميكروبي يبقى لازم اعالج الالتهاب وعالج الميكروب هاند ان هاند، لازم الاثنين مع بعض، الالتهاب يتعالج الميكروب يتعالج. طب لو فضلنا نعالج في الالتهابات وسايبين الميكروب قاعد، ما اعتقدش ان هيبقى في اي نوع من انواع التحسن مع الوقت. ليه بقى؟ العيان هياخد العلاج يستريح، بعد شويه يرجع يتعب تاني. يقول لك طول ما انا باخد العلاج كويس وبطل العلاج اتعب، وانا هعيش بالعلاج مدى الحياه؟ اه والله عنده حق فعلا، وانا هعيش بالعلاج مدى الحياه. طب ما تشوف لي ايه سبب الالتهاب وتعالجهولي، ولا انت هتمشيني حياتي كلها بالشكل ده؟ يبقى موضوع الاتش بايلوري هنا شقين، العلاج هو علاج الالتهاب وعلاج الميكروب. ومعنا اتصال. الو، لو سمحت اتفضلي يا فندم. حضرتك عندي تقرحات في القولون. تقرحات في القولون، ألسراتيف كولايتس. سن كام سنه؟ 35. بقى لها قد ايه القصه دي؟ عملت منظار فقالوا لي في تقرحات في القولون. امتى؟ امتى؟ باخد علاج بقالي لي حوالي سنه كده. سنه، كلام جميل، اتفضلي. البنتاسه وكل طب من غير اسامي، واحنا عارفين اسامي علاجته ماشي، من غير اسامي ادويه بس، اتفضلي. بس فانا مستمر عليه لحد الان، مش عارفه يعني ايه. لا ما استمرش لحد الان، لازم اتابع بالمنظار، المنظار ده يبقى ليه متابعه. ما بستمرش على العلاج على طول، ما بستمرش على العلاج على طول، لازم اتابع بالمنظار، يعني ارجع تاني اعمل منظار تاني واشوف التقرحات راحت ولا لا، في استجابه مع العلاج ولا ما فيش. التحاليل ما هو لازم حضرتك، يعني دلوقتي احنا شخصنا بالمنظار 10 قرح او 15، مشينا على العلاج لمده سنه، المفروض اجي ابص تاني بالمنظار اشوفهم بقوا كام عشان احدد الاستجابه، مش بالتحاليل بس. ما تابعتيش بالمنظار؟ ما التحاليل واشاعات الدكتوره بتقول يعني ان هو كويس. طب سؤال حضرتك ايه؟ يعني عايز اعرف ان انا مستمر على العلاج ده على طول ولا. طيب يبقى انا كده جاوبتك وانت ما خدتش بالك من الاجابه، الاجابه اني اعيد منظار تاني علشان اعرف اذا كنت هحتاج اكمل علاج ولا ابطل العلاج. كتير قوي بقول لكم الكلمه دي. اللي بكتبه بتحليل ابطله بتحليل، واللي بكتبه بمنظار ابطله بمنظار، واللي بكتبه باشعه ابطله باشعه. حللت الواحد سكر لقيته 300، كتبت له اقراص، خد قرص يا عم كل يوم وتعالى لي بعد 5 ايام. هيجي بعد 5 ايام يعمل ايه؟ اعزمه على العشاء؟ ولا هيجيب لي معاه تحليل؟ هيجيب لي تحليل. لما يجيب لي تحليل هعرف ياخد البرشام ولا ما ياخدش، ولا ازود الجرعه ولا نقص الجرعه، ولا اكتب حاجه اشد، ولا ادي له انسولين ولا ايه؟ يبقى اذا اللي كتب بتحليل ما يبطلش الا بتحليل. انا مؤمن تماما بفكره الفحوصات، ده في مصلحه المريض. انا ما بحبش مثلا اقول للعيان اعمل التحليل في المكان الفلاني او الاشعه في الحته الفلانيه او بتاع في براحتك. انا بعتمد جميع المعامل، لو هتجيب لي ورقه كبده مرميه هقول لك اوكي ماشي، هعتمد الكلام اللي فيها طالما كلام علمي. القضيه بالنسبه لي قضيه ان يبقى في داتا، في بيانات، في معلومات، نبقى عارفين ان الكلام ده كلام مظبوط وكلام صح. بس عملنا منظار لقينا قرحه، انا لسه قايلها في اول الحلقه بس كنت بتكلم على المعده، لا تعالى على القولون، لقينا في قرح في القولون، القرح دي لها شكل معين. طيب معانا المنظار وصورنا الشكل، طيب خد يا عم العلاج بتاع قرح القولون اهو 3 شهور، وبعد 3 شهور تعالى لي اعمل لك منظار. بالاشعه او التحاليل لوحدها لا تكفي، لازم منظار. ومعانا اتصال. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، انا ايمان بتاع المنصوره، بتاع اتصلت بيك مرتين قبل كده. اهلا بيك يا فندم. بتاع المناعه والتهاب الكبد وكده. اهلا وسهلا.
حضرتك طمنتني المره اللي فاتت، بس بشتكي دلوقتي من معدتي بقى. اي اكل بيتعبني. اي اكل بيتعبك؟ سنة كام سنه؟ انا عايشه على المسلوق وكده، بس الدكاتره اخر مره قالوا لي كولي. دلوقتي لو حاولت اكل اي حاجه كده، او سمك ومشوى او كده، بتعب. بتاخدي ادويه لجهاز الهضم ولا لا؟ باخد حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء. تمام. وبرضه لسه مشكله المعده موجوده؟ اه على طول، هي تعتبر هي الشكوى بتاعتي. ومشكله الكبد بالالتهاب المناعي اللي كان عند حضرتك ده خلاص خف ومفيش اي اثر ليه؟ هما طمنوني كده يعني. انا دلوقتي يعني قللت جرعه الكورتيزون، بقت حبايه واحده دلوقتي. حبايه واحده اللي حضرتك بتاخديها. طيب يبقى احنا كده علشان بناخد دواء زي الكورتيزون، وده دواء مهم جدا وله مشاكله على الجهاز الهضمي، يبقى لابد ان احنا نتابع علشان نوقفه بالتدريج ونسحبه منك خالص. دي حاجة أساسية. والحاجة التانية إن إحنا ندي الأدوية بتاعة المعدة، لو استمرت الشكوى نعمل منظار ونحدد بالظبط إيه اللي موجود في الجهاز الهضمي ما تبقى. لأن دايما بعد الالتهاب الكبدي بيحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيحصل تسميع في الجهاز الهضمي، دايما بعد الالتهاب الكبدي يحصل كده. يعني مثلا طفل جاله صفرة، راح للدكتور وقال لهم ده صفرة فيروس ايه وبائي، ما تخافوش خد العلاج اقعد في البيت. قعد في البيت اسبوع اتنين، الصفرة خفت اتعالج تمام. بيخرج الطفل ده بعد شوية بيتفتح نفسه ويبتدي ياكل طبيعي، وبعد شوية ترجع نفسه تسد تاني. عند بعض الناس بيحصل الكلام ده. ده الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان حصل كسل في الهضم. الكبد ما بيفرز مواد معينة، بدأ الاكل يقعد في المعدة فترة اطول، يقعد في الجهاز الهضمي فترة اطول، العيان بدأ أداء الجهاز الهضمي بتاعه ما يبقاش كويس. يبقى هنا لازم ناخد بالنا إن المفروض بنمشي على أدوية للجهاز الهضمي بعد التهاب الكبد. زي كلمة دايما كنا بنقولها البوست هيباتيتك، يعني بعد أي التهاب كبدي لازم في فترة نقاهة. العيان لازم يبقى يعني تحت الملاحظة برضه. شوية فحوصات، مرة سونار، يعني بصوا يعني الاحتياط مهم جدا. وان المريض ياخد بعضه كده ويقول لا انا خلاص المساله خلصت وملهاش اي توابع، ده كلام مش صح. المفروض اللي يقول كده هي التحاليل والفحوصات. يعني حتى الدكتور ما يقولش الكلام ده ببقه، يقول الكلام ده بورق، يقول الكلام ده ببيانات مثبته فعلا، علشان يبقى كلام فيه مصداقيه. لان انا دايما اؤمن بمصداقيه الاداء، ومصداقيه الاداء ما تجيش بالتخمين، ما تجيش بالتخمين ابدا. مهما كنت انت دكتور شاطر، مهما كان عندك علم، مهما كنت شفت حالات، مارست طب في حياتك عدد سنين وشفت حالات كتير وجربت كتير، لكن في الاول وفي الاخر المفصل الحركي في حياتك هو الاوراق بتاعت المريض. هو ده اللي هيقدر يدايركت مخي في ان انا اخد قرار مظبوط او قرار اقرب الى الصواب. ارجع تاني لقصة الاتش بايلوري. قصة الاتش بايلوري دي بتتعالج في فترة قد ايه؟ قولوا لي انتوا بقى، عشان كتير جدا من الناس بيروحوا ياخدوا علاج لمدة اسبوع اتنين ويقول لك انا كفيت. الاتش بايلوري دي بناخد لها علاج فترة لا تقل عن شهرين، عشان نبقى في الامان ناخد من 6 اسابيع ل8 اسابيع، وبعد 6 اسابيع 8 اسابيع يبقى براءة، بقينا كويسين، يلا يا عم الحاج تمام انت كده كويس، قول لي انا كويس، عملنا التحاليل طلعت سلبية، طب خد العلاج ده امشي عليه كمان اسبوع اتنين تلاتة لغاية ما تبقى تمام قوي. تمام قوي، طب بطل بقى علاج واطمن عليك واشوف الامور ماشية ازاي. الفيصل الرئيسي يا جماعة هنا هو ان الاتش بايلوري ده ميكروب بيعمل مستعمرات بكتيرية داخل القناة الهضمية في المعدة، ويبطن الجدار المعدة ويبقى موجود وينزل في البراز. يبقى لما اعمل له ديتكشن اعمل له ديتكشن في البراز. دي برضو طريقه مهمه جدا علشان اشخص بيها. ومعانا اتصال. استاذ سيد اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. الو. الله يا دكتور، في سؤال بس. انا بتعالج من فيروس سي الانترفيرون. مراتي وضعت وبتردع، عايز اعرف ايه بس في ضرر ولا حاجه؟ انت بتاخد جايلك قد ايه انترفيرون؟ 30 فاونة.
بتاخد بالك قد ايه؟ خدت 30 حقنه؟ 30 يا دكتور. 30 حقنه. اه. والحمل حصل امتى؟ قبل العلاج يا دكتور. الحمل حصل قبل العلاج. ووضعت بالسلامه، مش كده؟ اه. طيب مفيش مشاكل. اه الحمد لله. مفيش مشاكل، زي الفل، مفيش ادنى مشكله. قصه الانترفيرون والعلاج بالانترفيرون هو بيأثر على الحيوانات المنويه. لو حصل حمل بقى من الحيوانات المنويه اللي تحت فتره العلاج دي هو ده اللي بيبقى فيه مشاكل. لكن ما قبلها ما فيش مشاكل ووضعت بالسلامه الحمد لله، ما تخافش عليها، ما تخافش على الجنين، ما فيش ادنى مشكله. هو طبعا يعني برضو في نقص معلومات كبير جدا. هو مش هيحصل لك حاجه خالص، هو يعني مش مرض معدي يعني، ما دام وضعت بالسلامه والحمل حصل قبل ما اخد الانترفيرون. هي المشكله تحصل ايه؟ لو اثناء فتره العلاج وحصل حمل. لو اثناء فتره العلاج، لان ده بيزود حاجه اسمها التراتوجينيسيتي. التراتوجينيسيتي ان الابنورمال فورمز اللي هي الحيوانات المنويه المشوهه، الحيوانات المنويه المشوهه بتزيد نسبتها. لما تزيد نسبتها يبقى احتمال حدوث اجنه غير طبيعي، ده احتمال كبير. هي دي القضيه، لكن غير كده مفيش مشاكل. الو، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا مريضه كبد وتعالج من فيروس سي وعندي ضغط وسكر. تمام. ودلوقتي في عندي الم كسور في الشريان التاجي. فبقالي حوالي اسبوع كده حاسه بالم في معدتي، وطول ما انا جعانه مرتاحه، اول ما اكل اي لقمه احس بالم، وبقالي اسبوع حاسه بكبر في البطن. سن كام سنه؟ هل الكبر في البطن ده انا عندي 45 سنه. تمام. خدت علاجات ايه الفيروس ايه؟ ف انا باخد مكملات غذائيه وباخد الليجالون. لكن ما خدتيش انترفيرون؟ لا ما اخدتش انترفيرون. كملي كملي معاكي. كبر بطنك ايه بقى؟ سؤالك عن كبر البطن. فانا دلوقتي حاسه بقلب، حاسه بالم في معدتي وحاسه بطني كبيره. كلام جميل. كل عملت مواجهات صوتيه؟ كل ما اكشف عن الدكتور يقول لي حاله الكبد حلوه. مواجهات صوتيه على البطن قالت ايه؟ يعني يقول لي حاله الكبد حلوه. يعني مواجهات صوتيه على البطن قالت ان التضخم. انا حاسه بالم في معدتي. يعني مواجهات صوتيه على البطن قالت الموضوع اللي انت كبر البطن ده غازات يعني؟ ممكن. ما ممكن يكون من القولون مثلا. يبقى هو الموضوع كده، ما هواش جاي من الكبد يعني. يعني عايزه اطمن من حضرتك، هل الكبر في البطن ده من القولون ولا في حاجه في الكبد؟ حاضر، اجاوب حضرتك. حاضر. هو كبر البطن ده بيبقى من القولون لما القولون يبتدي يعمل مشاكل. كبر البطن من الكبد ده لما يحصل استسقاء، لما يبقى في ميه في البطن، وده مش موجود عند حضرتك، مش دي حالتك خالص. وبالتالي بيبقى الموضوع امان، يعني ما عندناش حاجه تخضنا، احنا عندنا بطن كبيره. بس ايه اللي عامل المشكله؟ اللي عامل المشكله هو القولون والانتفاخ القولون الغازات. ان المشكله بتاعت الجهاز الهضمي مش بيؤدي وظايفه كويس، في تخمر عالي، الاكل بيقعد في المعده فتره اطول، فبفضل انا قاعد تعبان من معدتي. القصه مش اكتر من كده. فالحدوته دي ما تقلقيش خالص، المساله بسيطه جدا. يعني كنا بنتكلم عن مساله ارتجاع المريء، وكنت عايز اقول نقطه مهمه جدا في ارتجاع المريء. ارتجاع المريء له علاج جراحي وله علاج دوائي. يبقى دوري انا كطبيب ان انا افرق بين ما هو بطنه وما هو جراحه. يعني انت جيت لي المشكله دي، احنا هنحلها بدواء ولا هنحلها بمشرط؟ يبقى ده دوري انا الرئيسي في حياتي كطبيب، ان انا اخد يعني القرار. والله عيان جالي وعنده المراره، طب المراره دي هدي له علاج ولا نشيلها؟ عيان جالي وعنده مشكله ارتجاع في المريء، يعني نعمل ولا ندي؟ يبقى هنا هذا التقييم له كريتيريا عشان اقدر اخد قرار. اكمل لكم بعد اتصال. الو، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا عرفت بالصدفه ان عندي فيروس سي. تمام. وطلع عندي البي سي ار 700,000. سنه كام سنه؟ بس اتني 38 سنه. والانزيمات كويسه والوظائف كويسه، وعملت اشعه تلفزيونيه كويسه، وعملت اشعه فايبروسكاب برضو طالعه كويسه.
بس قلقانه بقى. ما خدتيش انت الفيلم ليه؟ الدكاتره ما رضوش، قالوا لي استنى العلاج الجديد. عرفت كذا دكتور قال لي استنى اقراه في العلاج الجديد، وانا عايز اجي لحضرتك وحاجات عند حضرتك فعلا. طيب ده كده كلام جميل. انت الحاله بتاعتك كده حاله جميله ومطمئنه ولذيذه ولسه في البدايه. والله اه طبعا كلام حلو خالص، واخبارك كده كلها كويسه. يعني انا عادي لحضرتك، انا حجزت قالوا بالحجز بالضمير انا من بعيد طبعا. تنوريني تنوريني. حاضر حاضر تنوريني. يعني احب دايما اشوف المريض في مراحل حلوه، مراحل ينفع ان احنا ناخد فيها العلاجات وينفع ناخد فيها الادويه بتاعتنا. ما بحبش المراحل المتاخره، لان الكبد حساس قوي، خلايا الكبد حساسه جدا، والكبد لما بيحصل فيه تلفيات كتير وتبقى درجه الاصابه فيه كبيره هو بيجدد نفسه. يعني بيبقى فيه حتى تلف من الدرجه الاولى، تلف من الدرجه الثانيه، تلف من الدرجه الثالثه. الكبد بيقدر يكفر ويكمبنسيت ويظبط اموره ويعمل خلايا جديده والامور تبقى كويسه. لكن لما نوصل للتلف من مراحل متاخره وحتى نعالج السبب، الكبد بيكمل بيبوظ، بيكمل بوظانه. يعني سي مثلا واحد عنده التهاب كبدي كحولي، معروف عندنا حاجه اسمها الكحوليك هيباتايتس، التهاب كبدي كحولي، واحد بيشرب خمور عامل له التهاب في الكبد ورافع له الانزيمات. طبعا هو الكحوليك مش هيقدر يبطل خمور وتنتهي المساله ان الكبد يبوظ. طب لو وصلنا لمرحله معينه وجي قال لك لا خلاص انا هبطل خمره، هقول له كده الكبد كده كده مكمل في سكته. ليه؟ نسبه الاصابه عاليه قوي. دي المراحل اللي انا ما بحبش ان انا اشوف العيان فيها. الو؟ السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك مدام رشا مسيو. اهلا وسهلا. بقول لك سمحت يا دكتور، انا زوجي تعبان عنده ارتجاع في المذيء. ارتجاع اه. كحه جامده يعني، ومش مرتاحه لاي علاج. انت قصدك الكحه اللي بتجي له لما ينام؟ قصدك الكحه اللي بيجي له لما ينام؟ ايوه، اليومين ده زدت عنده جامد يا دكتور. اللي هو لما ينام يقوم من النوم بكرشه نفس ومش قادر ياخد نفسه؟ ايوه. ويبقى مذعور ومرعوب ويقعد خمس دقايق عبال ما يعرف يتنفس. ايوه، اليومين ده مش مرتاحه لاي علاج. سنه كام سنه يا بنتي؟ عمره 35 سنه. لا يا حبيبتي ده لازم يكشف، لازم ياخد علاج يا ماما. لا ما يتسابش، ده حرام كده. طب ما يا دكتور ماشي على علاج بس مش مرتاحه لي. مش مرتاح، يبقى العلاج مش مظبوط. ده ما يتسابش، ده ما يتسابش. الحاله دي مش كويسه. الكلام ده كلام مش حلو. احنا الدكتور في مصر اسمه محمد نجيب. لا 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 لا، بلاش اسامي دكاتره، اسامي علاج لو سمحتوا يا جماعه. الاخوه في الكنترول تنبهوا، بلاش اسامي دكاتره، بلاش اسامي علاج. اتفضلي يا فندم كملي. احنا عايزين بس نعرف اسم دكتور في مصر يعمل له العمليه. دكتور شاطر يعني. لا قصه عمليه ايه بس؟ عمليه ايه؟ لا ده يتشاف الاول، يتشاف بس يتحدد المساله بالمنظار. يعني نشوف الورق ونشوف المنظار. وبياخد العلاج بقاله فتره مش مرتاح عليه. ما هو هنا السؤال لسه كنت بتكلم. طب هجاوب حضرتك. حاضر، انت كده متفقه تماما معايا في اللي انا كنت لسه بقوله. هل هندي دواء ولا هل هندي علاج ولا هل هنعمل عمليه؟ ده الكلام اللي انا كنت لسه بقوله قبل الاتصال. لما بقول لواحد عنده التهاب في المراره وانا اديته علاج للمراره، هو مش مستجيب مع العلاج، هدي له علاج تاني مش مستجيب مع العلاج، والحصوات بتاعت المراره عماله تتحرك، وخطر الانسداد المرار المراري يحلق في الافاق، وهيحصل لي مشاكل. طب ما شيل المراره. ايه يعني هي موضوع؟ يبقى اذا الحل جراحي او الحل دوائي. مش كل حاله، كل عيان ليه كلامه، ومع يعني التجارب بنقدر نحدد القرار الاصح. هو انا انزعجت ليه بقى من الاتصال الاخير ده؟ بصوا انتوا تلاقوني بطبطب في 99% من الحالات. انا بيبقى عندي شويه اعراض منذره انا بسميها العفريت. العفريت ده ساعه ما بيطلع قدامي انا ببقى في منتهى القلقان على عيان، في منتهى القلق على العيان بتاعي. يعني مثلا عيان يقعد يتكلم زي ما هو عايز، بطني بتوجعني والحكايه ماشي، لكن برجع دم لا، دي ما فيهاش طبطبه. عندي دم في البراز لا، دي ما فيهاش، لا ما فيش طبطبه، لازم اعمل واعمل واعمل. يبقى اذا انا عندي اعراض منذره او اعراض مزعجه بالنسبه لي تخليني اتحرك بسرعه، ما اقعدش ساكت. ده موضوع. الموضوع اللي انا عايز اوصل ليه بقى، ايه سبب انزعاجي في الشكوى دي؟ انتوا مش متصورين الشكوى دي مزعجه ازاي. هي مش عارفه توصفها. بتقول لك بيكح، ده مش بيكح، ده بيموت. ده العيان يدخل ينام، اول ما عينه تروح في النوم يحصل ارتجاع من المريء، الحمض والاسيد بتاع المريء يروح داخل على الاحبال الصوتيه قافلها. الاحبال الصوتيه دي اللي بتدخل الهواء فين؟ على الرئه. الاحبال الصوتيه دي لما تقفل يبقى مفيش نفس داخل الرئه،
يقوم العيان يتنطط عايز هواء يخش صدره، فيجي يدخل الهواء على صدره، طبعا اللي مفتوح مين؟ المريء، يقوم الهواء يخش على المعدة، تقوم المعدة تتمدد بالهواء، يبقى عايز يتكرع، يجي يتكرع علشان يطلع الهواء بتاع المعدة لسه مفيش هواء داخل صدره تاني، تقوم الرئة تنقبض عايزة تدخل هواء لحد ما تفك، فكت الأحبال الصوتية يبتدي الهواء يخش للرئة تاني، يبتدي ياخد نفسه، الحدوتة دي تاخد لها 30 ثانية 40 ثانية 45 ثانية، يكون العيان ازرق، يكون العيان شاف الموت، يكون العيان بقت حالته سيئة جدا ومش قادر ياخد نفسه، ضربات قلبه بقت سريعة جدا، إذا كان عنده سكر ولا ضغط تلاقي سكره سافر مرة واحدة، وضغطه ممكن يكون عالي مرة واحدة، حالة حرجة وكريتيكال، ودي من الحالات المهمة جدا جدا جدا، لأنها قد تكون ليذل، قد تكون قاتلة، قد تكون قاتلة، يعني مشكلتها ان ممكن الحمض يبقى تركيزه عالي جدا ويروح داخل على الاحبال الصوتيه بكميه كبيره، يقفل الاحبال الصوتيه ما تفتحش، ودي لو ما فتحتش يبقى بالسلامه، ومش هيتلحق بحاجه اسمها تراكيوستومي، عارفينها التراكيوستومي دي اللي بيبقى عنده صفاره هنا، ده لو حصلت له بقى وهو داخل المستشفى وجنبيه دكتور استشاري انف واذن عشان يعمل له تراكيوستومي دي وينقذ حياته، لكن الاحبال الصوتيه دي حاجه حيويه جدا في حياتنا، لان هي دي مدخل الهواء للجهاز التنفسي، فعشان كده اللي عنده توصيف الأزمة دي لازم يكشف، حتى لو ماشي على علاج لازم يكشف، المفروض دي ما تحصلش، لأن دي من الأعراض الخطيرة في الجهاز الهضمي، ودي من الأعراض المزعجة جدا، وقد تنتهي إن الحياة الإنسان يفقد حياته، وده في حد ذاته يعني موضوع سهل جدا إن احنا نمنعه، يعني في قراصة تتاخد قبل النوم بساعة ما تحصلش الحدوتة دي خالص، في إيه يعني؟ موضوع بسيط، على قد ما هو بسيط على قد ما هو يعني عواقبه وخيمة، وعواقبه وخيمة لو ما خدناهوش العلاج بتاعه، عشان كده دايما بقول تشخيص محور رئيسي، معرفة السبب محور رئيسي، فكرة العلاج وخطة العلاج بتنبني على التشخيص السليم، كل ما كان التشخيص أقرب إلى الصواب كل ما كان العلاج أقرب إلى الصواب. قبل ما اختم الحلقة عاوز ان احنا نجمل ما قلنا في كلمتين، انتوا عارفين دايما انا صاحب رسالة، يعني صاحب فكرة، اجي اقول فكرة فانا جاي عشان اقول فكرة، الفكرة اللي عنده الاعراض الاتية لازم يروح يكشف، اللي عنده الاعراض الاتية لازم يروح يحلل، اي مريض عنده حموضة الم في المعدة وهو مش مريض مزمن يعني بياخدش اي دواء اي حاجة، وهذه الشكوى استمرت اكتر من شهر يكشف، خلاص كده يبقى دي نقطه اساسيه. طيب اي مريض بيشتكي من اعراض للجهاز الهضمي ما عملش موجات صوتيه على البطن يعمل، لان موجات الصوتيه على البطن هو فحص رئيسي واساسي. اي مريض عنده اعراض في الجهاز الهضمي في المعده في القولون، قولوني عصبي معدته عصبيه انا بقالي فتره طويله باخد علاج للمعده والقولون وما بتحسنش، يعمل تحاليل وظائف الكبد ويعمل تحليل فيروسات ويطمن ان ما عندوش مشاكل تانية خارج الجهاز الهضمي. المعلومتين دول في منتهى الأهمية. المعلومة التانية، السؤال اللي الأخت سألته، أنا عندي فيروس والدكتور قال لي ما خدش علاج، والتاني قال عندي فيروس وما خدش علاج، فيش حاجة اسمها فيروس ما خدش علاج، الفيروس المفروض إن احنا بنحاول ناخد الأدوية واللي بيوقف نشاطه، الأدوية اللي بترفع المناعة، في أدوية طبعا لازم ان احنا بنبقى ماشيين عليها، مدعمات الكبد، مضادات الاكسده، اذا مفيش حاجه اسمها بدون علاج. علشان كده بقول دايما ان المفروض ان احنا نبقى عندنا الوعي الصحي الكافي اللي يقدر يقينا شر الازمات الصحيه اللي بتحصل نتيجه الاهمال. وزي ما قلنا كل العيان ما شفناه بدري وكانت مراحل كويسه بيبقى نسب الشفاء كويسه ونسب الشفاء اعلى. وطبعا بيبقى الخطوة الرئيسية هنا هي التشخيص المبكر، والتشخيص المبكر ان المريض يتحرك مبكرا ويذهب ويعمل فحوصات ويعمل تحاليل ويكتشف الموضوع قبل فوات الاوان. الى هنا قد نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، الى ان القاكم لكم مني اطيب المنى بالصحة والسعادة، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطب في حياتنا بيعرفنا ذاتنا بيخفف آلام.
خليك تمام.